بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الزيتونة، التعليم عن بعد، الدراسات العليا لغة عربية، ماجستير الدفعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المحاضرة الأولى، أقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تكشف بها الضر وتيسر بها الأمر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. معكم دكتورة إيمان الطريف عبد الرحمن، أستاذة مادة التفكير البلاغي النقدي عند العرب، رقم واتساب وجوال، أيضا هذا رقم الإيميل. يسعدني ويشرفني التواصل معكم عبر هذه الوسائط، وإنها أعتبرها فرصة طيبة للقاء كوكبة من الباحثين يعدون الأمان ويعقدون العزم في هذه البلاد العربية العديدة، كما أعتبرها سانحة نتدارس فيها بلاغتنا العربية الأصيلة، وهي تنتقل من دورة زمنية إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل آخر، وما تمثلته وما طوي فيها من تطور، حيث انتقلت من مرحلة النشأة إلى النمو ثم الازدهار. طيب، إذا نظرنا إلى أدب العرب، إذا نظرنا إلى أدب العرب الذي خلفوه، نجده يصور فصاحة منطقهم، حتى بلغوا منه استمالة للقلوب والأسماع. ويقول في ذلك الجاحظ: كانوا يزللون الكلام في صدورهم ويغيروه على أنفسهم، ثم يبرزوه محككا منقحا مصفى من الأدناس، فكان مهذبا. أيضا نجدهم أطلقوا أسماء على قصائدهم مثل الحبليات والمقلدات والمذهبات والمنقحات، ليجعلوا قائلها فحلا وشاعرا مفلغا، كما لقبوا أيضا شعرائهم بألقاب مثل المهلهل والمرقش والمنخل والأفوه والنابغة. ففي هذا نجد الأسواق لعبت دورها، وكان دورا كبيرا في نشأة هذا الذوق، خاصة سوق عكاظ، حيث كانوا يقفون عند اختيار الألفاظ والمعاني والصور. ونذكر ما كان بين النابغة الزبياني، وما كان بين حسان ابن ثابت والخنساء. كانوا يسوقون الملاحظات البيانية في البلاغة العربية، وأشعارهم تسخر بالتشبيهات والاستعارات، وتتناثر فيها المقابلات والجناس. وهذا كان في العصر الجاهلي.
هذه العناية كانت قبل ظهور الإسلام، ثم بعد ظهور الإسلام بفضل ما نهج القرآن والسنة من فصاحة وبلاغة، حيث قال الجاحظ عن رسولنا الكريم: لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم خطباء مفوهين. وإذا رجعنا إلى عصر بني أمية وجدنا ألوانا جديدة للخطابة، ازدهرت ازدهار عظيم، ظهرت لنا منها الخطابة السياسية ثم الحفلية والوعظية، وكثرت الملاحظات البيانية، وكل هذه كانت نتيجة لبواعث كثيرة، منها أولا تحضر العرب. العرب أصبحوا متحضرين، واستغرارهم بعد ما كانوا عرب رحل، أصبحوا مستقرين في المدن والأمصار، اللي هي كانت هنالك بيئات، البيئات دي استقر فيها العرب، ارتقت حياتهم العقلية، فأخذوا يتجادلون في جميع شؤون السياسة والعقيدة. فظهرت لنا في هذه الفترة الفرق الكلامية من خوارج وشيعة وزبيريين ومرجئة وغدرية ومعتزلة، فنما العقل البشري نموا واسعا، فكان طبيعيا أن تنمو نظرتهم إلى البلاغة، أو تنمو نظرتهم في البلاغة العربية. وظهرت الملاحظات المتصلة بحسن البيان حتى في مجال الشعر والشعراء، حتى في مجال الشعر والشعراء، حيث كانوا أكثر نشاطا لتعلق الشعراء بالمديح، فتنافسوا أمام الولاة، فجعلوا لهم الجوائز والعطايا، كل بقدر براعته في براعته في الشعر، فاشتد التنافس، ونجد هذا التنافس بين الكثير من الشعراء مثل الفرزدق وجرير، أيضا في العصور العباسية الأولى وفي العصور العباسية الثانية، عند شعراء العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني، هنالك تنافس بين الشعراء بسبب العطايا والجوائز. أيضا كانت للأسواق دورها في ذلك، وقلنا هذا منذ العصر الجاهلي، اللي هو كان سوق عكاظ، والآن ثم بعد ذلك جاءت الدولة العباسية، وظهرت لنا الأسواق، منها سوق المربت في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة. بدأت البلاغة العربية بملاحظات بسيطة، سرعان ما أخذت الملاحظات تكسر مع رقي الحياة العربية. طيب لما نقول ملاحظات بسيطة، هنا دخلنا النقد في البلاغة، وإن شاء الله هندرسه في محاضرات قادمة بإذنه تعالى، لأن النقد هو عبارة عن ملاحظات في البداية. كان البلاغة العربية بدأت بملاحظات بسيطة، سرعان ما أخذت الملاحظات تكسر مع رقي الحياة العربية بعد الإسلام، إلى أن جاء العصر العباسي، عصر الحضارات والثقافات، فتعمقت بظهور طوائف من الشعراء والكتاب واللغويين والمتكلمين، فدعموا البلاغة العربية، دعموا البلاغة العربية، ونفذوا إلى وضع أصولها الأولى
بعقولهم الثاقبة، فنشطت بيئات مختلفة في تنمية مباحثها، منهم المحافظون ومنهم المجددون. المحافظون والمجددون حتى أخضعوها إلى مقاييس البلاغة اليونانية، وعندما نقول مقاييس البلاغة اليونانية نقصد بها الفلسفة اليونانية. وسرعان ما ظهر ابني المعتز ووضع أول كتاب في علم البديع، ثم بعده قدامة ابن جعفر وضع وأضاف فنون جديدة لبديع ابن المعتز، وواصل المتكلمون مباحثهم في الإعجاز البلاغي للقرآن والسنة الشريفة وفروعها، راسمين حدود من الصور البيانية والبلاغية. هذا ما يخص البدايات. نشوف عرض موجز لتطور البلاغة العربية، وقلنا البلاغة بدأت بملاحظات بسيطة اللي هي طور النشأة، ثم النمو، ثم النضج. طيب، لا بد من استعراض المراحل التي مرت بها العلوم البلاغية بإيجاز منذ نشأتها إلى أن اكتملت خصائصها، واستغل كل علم بسماته الخاصة وحدوده المميزة. نجد ابن المقفع وضع قاعدة حسن الاستهلال في النثر، حسن الاستهلال في النثر، كما إنه وضع لكل من الإيجاز والإطناب موضوع يناسبه تبعا لمقتضى الحال. هذا هو ابن المقفع. ثم جاء المبرد ودار حول التشبيه، فقد حاول ليس المبرد، هو بشار ابن برد، بشار ابن برد، لأنه 761 هجرية، اللي هو بشار ابن برد، دار حول التشبيه، فقد حاول محاكاة امرئ القيس، قال: لم أزل منذ سمعت بيت امرئ القيس كأن قلوب الطير ربا ويابسا لدى وكرها العناب والحشق البالي. أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بيت، حتى قلت كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلا تهاوى كواكبه. هذا هو بشار ابن برد. ثم أبو عبيدة ابن المثنى وكتابه مجاز القرآن، عرف المجاز تعريفا أعم مما حدده علماء البلاغة، فهو لا يريد بالمجاز مقابلة الحقيقة، وإنما يعني به التفسير والطرق التي سلكها القرآن في التعبير، فقد كان يشرح الآية ثم يتلوها بشاهد وطريقة استعمالها في كلام العرب الفصيح، فيكشف الصلة بين أسلوب القرآن وأساليب العرب وفنونهم. ثم جاء بعده الفراء وتعرض للتشبيه وتكلم عن المجاز بمعناه اللغوي كما في مجاز القرآن، وأشار إلى الاستعارة دون أن يعرفها في قوله تعالى: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، يغلب عليه الطابع النحوي.
وهنا يقصد قوم شعيب، والأيكة هي البستان كثير الأشجار. جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك الظلم، ظلم الناس، وترك التطفيف في الموازين. ثم عذبهم الله حينما استمروا في ظلمهم. طيب إذا رجعنا للآية لبإمام مبين، وهنا يقصد به الطريق الواضح الذي يمر به المسافرين، فيبين آثارهم وآثار قوم لوط، فيعتبر بذلك أولو الألباب. هنا جعل الطريق إماما أي طريق ظاهر، وتعرض للكناية أيضا في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، فقال السر هو النكاح، وتوافق الفواصل في آخر النظم في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. التثنية بمعنى الإفراد لمراعاة النظم. أيضا نجد الجاحظ، والجاحظ له بحث في كتابيه البيان والتبيين والحيوان، فيه بعض من الصور البيانية في القرآن الكريم، كما تناول موضوعات الفصاحة والبلاغة عند الأمم المختلفة، عند الأمم المختلفة من فرس وروم وهنود. وهو على كثرة ما كتب لم يكن يعني بمصطلحات البلاغة، لأنه كان مطبوعا على فنون القول، مطبوعا على فنون القول. المبرد وكتابه الكامل عقد فيه فصولا كاملة عن التشبيه، كما وضح أضرب الخبر عندما قال له الكندي: إني أجد في كلام العرب حشوا، يقول زيدا قائم وإن زيدا لغائم. فأجابه المبرد: بل المعاني مختلفة. وبذلك كان له الفضل في تحديد أضرب الخبر. أيضا ابن المعتز وكتابه البديع ألفه وذكر فيه أن البديع موجود في كلام الجاهليين والإسلاميين وفي القرآن الكريم والحديث الشريف، ولم يكن حكر على المحدثين، لكن الأوائل استخدموه بقصد، فأسرف المحدثون في استخدامه فجاء ممجوجا. قال ابن المعتز: ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن سلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن، لكن كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم. أبو هلال العسكري قد ألف كتابه الصناعتين، ونوه في مقدمته بعلم البلاغة، وإنه ضروري لفهم الإعجاز. أيضا نجد عبد القاهر الجرجاني من مؤلفاته أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، أيضا واضع نظرية النظم.
سندرس عنه في المحاضرات القادمة إن شاء الله، لأنه له باع كبير في البلاغة. الزمخشري أيضا كتابه الكشاف كان إمام عصره، أديب ومفسر ومتكلم، وكان الزمخشري من أبرز البلاغيين، كان من أبرز البلاغيين. الرازي له كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. أيضا السكاكي كتابه مفتاح العلوم، ثم القزويني أو القزويني وكتابه تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح. استمرت هذه المؤلفات في مطلع القرن الرابع عشر، ومن ثم بدأ الخروج عليها بظهور مصنفات العرب متأثرين بالنهضة العلمية الحديثة في تحديد مناهج بحثهم وتأليف تأليفهم وطرائق تدريسهم وطرائق تدريسهم. تأثروا في ذلك باطلاعهم على مناهج البحث العلمي عند الغربيين، وأخذوا يخرجون كتبا فيها عمق الكتب العربية القديمة، واتجهت البلاغة اتجاها جديدا، وأدمجت في علم أوسع شأنا وهو علم الأسلوب الحديث، علم الأسلوب الحديث، وهو علم الأسلوب الحديث. وقد اتسعت المفاهيم لتدل على صدق الكاتب وأصالته. هذه قضايا نجدها، اللي هي صدق الكاتب وأصالة الكاتب وأصالة الموضوع. علم الأسلوب أحسب أنكم من ضمن الكورسات التي ستدرسونها هذا السمستر إن شاء الله بإذنه تعالى. طيب، البلاغة والعلوم القرآنية. لم تكن البلاغة مكتملة الأبواب والمباحث، وإنما نشأت عبارة عن ملاحظات متأثرة على هامش العلوم العربية التي أسهمت في نشأة البلاغة، مثل علم التفسير والكلام. فالتفسير علم يهتم بتحليل النص القرآني من نواحيه اللغوية والبيانية، وتحليل الجانب البلاغي في القرآن، فهو مستوى من مستويات التفسير. لقد كانت صلته بالبلاغة أسبق من صلته بعلم الكلام، وقد بدأت صلة البلاغة بعلم التفسير منذ نشأة المحاولات الأولى لعلم التفسير. وأول هذه المحاولات كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ابن المثنى، وهي محاولات هي المحاولات الأولى التي حوت أفكار بلاغية ذات قيمة أدبية رفيعة. ظلت هذه العلوم القرآنية تحتضن الدراسات البلاغية في مرحلة نموها، وكان علماء الدراسات في تلك الفترة بلاغيين بقدر ما كانوا متكلمين ومفسرين. وحسبنا أن نشير إلى الروماني في كتابه النكت في إعجاز القرآن، والخطابي في كتابه إعجاز القرآن، والباقلاني في كتابه إعجاز القرآن. ولعل تفسير الكشاف للزمخشري من كتب التفسير التي اهتمت بالبلاغة والتأكيد على الاستفادة منها في إيضاح معاني كتاب الله. ونلاحظ في كتب الأصول بحوثا مستفيضة من الخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز، وهي بحوث تدل على استئثار علم أصول الفقه بها. ولقد أشار السبكي إلى الصلة الوثيقة بين علمي المعاني وأصول الفقه بقوله: وأعلم أن علمي أصول الفقه
والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني موضوع قالب الأصول. من هنا يمكن القول لا يظن ظان أن الفكر البلاغي لا يدور فقط في مؤلفات البلاغيين دون غيرها من العلوم، بل الأمر أوسع من ذلك. والسبب أن الفكر البلاغي بمصطلحاته وتطبيقاته يتصل بأمرين: كلام العرب وكلام الله عز وجل. لذلك نجد الفكر البلاغي من اهتمامات أصحاب اللغة وأصولها والأدب وتاريخه والتفسير واتجاهاته، وتتعدد تلك الأفكار البلاغية في توجيهها وفهمها حسب العصر والشخصية والمكان، وهذا هو التنوع في مصادر الفكر البلاغي. وأسسه تندرج بين أصحاب الدراسات الإنسانية والدراسات القرآنية في إعجازه وبيانه وتشريعه وأحكامه، وليس جديدا إذ وجدنا تجديدها في الفكر البلاغي عند المفسرين في قريبه وحقيقته ومجازه ومقاصده. هذا ما يخص الفكر البلاغي، البلاغة والفلسفة، لأن البلاغة مربوطة بالفلسفة. الدراسات البلاغية تغلب بها المناهج وتؤثر فيها البيئات وتتأثر بالثقافات، مثل الثقافة الإسلامية العامة. مؤرخو البلاغة يجدوا في هذه المذاهب ومدارسها ما يحسن اتباعه، وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود بلاغتين وسموا البلاغة الأولى على طريقة العجم وأهل الفلسفة، وسموا الثانية البلاغة على طريقة البلقاء، البلاغة على طريقة البلقاء. وقد ألف الخولي محاضرة في البلاغة والفلسفة، وهنا نجد حظ الفلسفة قويا، وذلك لأن البلاغة سارت في اتجاهين: طريق المتكلمين وطريق الأدباء. أما الطريقة الأولى تمتاز بصفات المتكلمين في الجدل والمناقشة والإقلال من الشواهد الأدبية، ولعل كتاب أبي بكر الباقلاني قد نحى بالبلاغة منحى كلاميا ناقش فيه قضية الإعجاز. طيب، قضية الإعجاز، نشوف معنى الإعجاز. إن البحث في قضية الإعجاز ليس في حقيقته سوى بحثا عن السمات الخاصة للنص والتي تميزه عن النصوص الأخرى في الثقافة وتجعله يعلو ويتفوق. ولتعريف هذا المفهوم نورد ما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، وهو يعرف كلمة عجز بقوله: جذر الثلاثي لكلمة إعجاز، فعجز يعجز عجزا أي ضعف، ويقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. وهذا التعريف يتطابق مع التعريف الذي أورده الراغب الأصفهاني في كتابه قريب القرآن، فقد عرف العجز على أنه التأخر عن الشيء وحصول الشيء عند عجز الأمر أي مؤخره. وقد أطال ابن منظور في لسان العرب الكلام حول معنى العجز واشتقاقاته وتعريفاته وخلوص كلامه: العجز نقيض الحزم، كقول عجز عن الأمر يعجز عجزا فهو عاجز، والإعجاز هو الفوت والسبق. ونقول
أعجزني فلان أي سبقني وجعلني عاجزا عن طلبه وإدراكه. وعندما يتحدى المتحدي الآخرين فإنه لا يتحدى إلا الأقوياء ومن يظنون أن بمقدورهم غلبته وتعجيزه، إذ أنه لو تحدى الضعفاء فلا فضل له في غلبته لهم. لذلك كان التحدي بالقرآن موجها للأقوياء وليس للضعفاء، كان موجها لأقوى الناس في البيان والفصاحة والبلاغة. فلما عجز هؤلاء الأقوياء الفصحاء عن معارضته ثبت ضعفهم وعجزهم. لذلك كان القرآن معجز لهم، وهو من ثم معجز لغيرهم، والذين هم دونهم في الفصاحة والبلاغة وقوة المنطق والقدرة على التعبير والبيان. طيب، دور الإعجاز في تحويل القيم الفنية إلى مفاهيم جمالية. أولاً، وضعت الدراسات القرآنية أسساً نقدية جديدة لدراسة النص، بل ابتكرت علماً للجمال شكل تطوراً هاماً ومنعطفاً أساسياً في حياة الأدب العربي، فنقله من الشفوية إلى الكتابة. نعلم كلنا أن الأدب في بداياته كان عبارة عن أدب شفوي، لا بد في أن يكون عامل فعال في خلق الدراسات النقدية وتطويرها. وحين نتحدث عن دور النص القرآني في خلق المفاهيم الجمالية الجديدة، لا بد من أن نعود إلى علم الكلام الذي أسهم إسهاما أساسيا في توجيه الدراسات الإعجازية التي نشأت أول الأمر في أحضان رجال المعتزلة مثل الجاحظ، ثم أدلى بدلوه فيها رجال من الشيعة والفكر الاحتزالي، ومن أهل السنة أهل حديث وأشاعرة. وتبدأ المسألة بالجدل الذي دار حول صفات الله، فقد كان اللي هو ما دار بين عطاء بن واصل وطلبته، فقد كان للمعتزلة موقف من كلام الله متناسب مع مذهبهم. وهذه المواقف لم تعد مستقلة عن الدراسات الإعجازية، بل انصهرت فيها وصارت تساهم في خلق مواقف نقدية. لقد واجه الإعجازيون النص القرآني في بدايات أمرهم بما تيسر لهم من مفاهيم نقدية التقطوها من التراث النقدي الأدبي، ذلك التراث الذي يتصف بالشفوية البدائية والذاتية. نعلم أن النقد في بداياته كان نقد ذاتي، وإنهم سرعان ما اكتشفوا القيم الفنية القرآنية وحولوها إلى مفاهيم جمالية. ولقد لعب الإعجاز دورا مزدوجا، فهو من جهة قد أدى إلى نشوء حركة التأليف والنقد، وهو من جهة ثانية قد طور النقد الأدبي بما جاء به من مفاهيم نقدية جديدة لا قبل للنص العربي بها منذ زمن بعيد. فالمزية القرآنية من وجهة نظر المسلمين على الأقل تشكل مسألة إبداعية لم يعرفها الأدب العربي قبل القرآن، واكتشافها سوف يساهم في تطوير الأدب والنقد الأدبي معا. ومن الجدير بالذكر أن الناقد الواحد قد يلعب دورين في آن واحد معا، فيكون إعجازيا من خلال قراءاته النقدية للنص القرآني،
وناقدا من خلال إقراءاته لسائر النصوص الإبداعية. سيد عبد القاهر من بين هؤلاء الذين يفرضون علينا أن ننظر إليهم من زاويتين، زاوية إسهامه في توضيح المفاهيم الجمالية المستخلصة من النص القرآني، وزاوية إسهامه في تطور النقد الأدبي بشكل عام. ولكن هل يعني ذلك أن النص القرآني بما يحتويه من قيم جمالية وما أثاره من دراسات نقدية قد شكل الحياة الأدبية من دون سائر الإنتاج الإبداعي؟ وبشكل أوضح، هل ثمة دراسات نقدية وبلاغية قد نشأت خارج الدراسات الإعجازية؟ وما هو دورها في تطوير النقد الأدبي؟ كانت الدراسات النقدية والبلاغية التي يمكننا اعتبارها قد نشأت مع بعض التجاوز خارج الدراسات الإعجازية بسيطة للغاية، وتكاد تنحصر في القرن الرابع قبل اكتمال الدراسات الإعجازية، إذ كانت تكتفي بالإشارة إلى وجود التشبيه في هذا البيت والاستعارة في ذلك، مغرونة ببعض عبارات الإطراء والذم. أما في القرون التالية فقد تحولت الدراسات الإعجازية بعد النضج والاكتمال إلى عامل حاضر ومؤثر باستمرار في تطوير النقد الأدبي. وإذ أردنا أن نبين إسهام تلك الدراسات في عملية تطوير النقد، لا بد من أن نتبع المسألة من خلال اللفظ والمعنى، خلال اللفظ والمعنى. واللفظ والمعنى نجد عبد القاهر جرجاني له نظرية تسمى بنظرية النظم. أرجو من الجميع الرجوع إلى هذه النظرية. الكتب المقررة فيما يخص المحاضرة الأولى تفكير البلاغي عند العرب حتى القرن السادس الهجري، حماد الصمود، مفهوم المعنى في التراث البلاغي عند العرب، منصور مدكور الحلفي، البلاغة والأصول، دراسات في أسس التفكير البلاغي عند العرب، محمد مشال، البلاغة، تطور وتاريخ، دكتور شوقي ضيف. طيب، دائما أبدا في نهاية كل محاضرة بيكون عندنا نشاط، وهذا النشاط أرجو من كل دارس كتابة هذا النشاط في شكل ورقة بحثية وإرساله في الخاص وإرساله في الواتساب، اللي هو إرساله لي في الواتساب في الخاص. طيب، أولا استعرض بإيجاز بدايات التفكير البلاغي عند المفسرين، رابطا ذلك بقضية الإعجاز البلاغي، موضحا دورها المحوري في التأصيل للفكر البلاغي عند العرب، مسلطا الضوء حول مجهودات علماء البلاغة، أسرد دورهم الطليعي في التأسيس لهذا العلم من خلال ذكر مؤلفاتهم بصورة عامة، ولا سيما القرنين الثالث والرابع. أدوات النظر في الأصول البلاغية ومنطلقاتها، ورصد جهود العلماء في المناهج البلاغية، ومعرفة الفروق المنهجية بين المصنفات المتعاقبة، واستلهام الفكر البلاغي والنقدي والإبداعي من منطلقات البلاغة ومصادرها العلمية. طيب يا إخواننا، النشاط، حل النشاط مهم جدا جدا، لأنه هو جزء من
تقييمنا لنهاية السنة قبل المحاضرة الأسبوع القادم. كل طالب يجب أن يسلمني أو كل دارس أو كل باحث يجب أن يرسل لي الحل هذه النشاطات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الختام أقول لكم شكرا جزيلا على حسن استماعكم.